أهلا من جديد. انطلقت في العاصمة الجزائرية أشغال المنتدى من أجل الحوار الوطني بغية الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ قرابة 5 أشهر. ويقول منظمو المنتدى الذي تشارك فيه قرابة 700 شخصية جزائرية من الأحزاب المعارضة والمنظمات والشخصيات المستقلة، يقولون إنهم سيعملون على تقديم مقترح جديد للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ انطلاق الحركة الشعبي في 22 من فبراير شباط الماضي. أخيرا تمكنت المعارضة من توحيد صفوفها وإقناع نقابات ومنظمات المجتمع الوطني للجلوس سويا على طاولة حوار واحدة لمواجهة السلطة الفعلية في البلاد. ومنذ بدء الحراك الشعبي وانخراط المعارضة فيه أصبح منتدى الحوار الوطني من أجل نصرة خيار الشعب العنوان الرئيس لأجندتها. باش نروحوا للحوار النهائي الرسمي لابد من اتخاذ إجراءات التهدئة التي أراها أنا شخصيا في إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي. أكثر من 800 مشارك اجتمعوا غرب العاصمة الجزائرية تحت سقف واحد، من بينهم قيادات في حزب طلائع الحريات وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم، إضافة إلى المنظمات الشبانية التي حرصت على الحضور القوي في جلسات الحوار. ستكون لبنة وخطوة متقدمة لإنجاح الحوار الوطني الذي سيكون لابد أنه يذهب إلى الإجراءات العملية وحل حالة الوضع العام وحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد. وقد أجمع الحاضرون برئاسة الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي على وضع أرضية وفاق كمدخل للحوار من أجل الدفاع عن سجناء الرأي والعودة لصناديق الانتخابات عبر هيئة مستقلة تشرف عليها وتعويض رموز النظام السابق بأخرى توافقية وذات مصداقية. نظن اليوم الجزائر كانت تستنى والشعب الجزائري والحراك الجزائري يستنى حلول للأزمة التي تعيش فيها الجزائر. بفضل هذه الندوات بفضل هذه اللقاءات ما بين المعارضة الجزائرية نقدر نلحق إلى موقف موحد موقف قوي نقدر نقدمه للسلطة ونقدر نتفاوض به مع السلطة. ويبدو أن السلطة الحالية أمام فرصة تاريخية للتجاوب مع هذه المطالب لبدء الحوار الجاد الذي سيفتح الطريق لإخراج البلاد من الوضع الراهن. بداية ينتظر منها الكثير في فعاليات منتدى الحوار الوطني والذي أجمع فيه المشاركون من أحزاب معارضة وشخصيات وطنية وفعاليات المجتمع المدني على تثمين خطوات الذهاب إلى انتخابات رئاسية وأيضا دعوات للسلطة الفعلية في البلاد من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي كبادرة حسن نية لتحقيق مطالب الحركة الشعبية مستقبلا. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. معنا من الجزائر عبد المجيد الغريب الكاتب الصحفي. سيد الغريب، إلى أي مدى يمكن القول أنه بانطلاق المنتدى من أجل الحوار الوطني فإن المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ونحو أهداف الحراك على الأقل قد بدأت الآن؟ في الحقيقة هذه خطوة يجب أن نثمنها اعتبارا أن مجموعة الأحزاب والنقابات والهيئات التنظيمية والشخصيات المختلفة المشارب والمختلفة الكفاءات هي الآن تضع قدمها على طريق يمكن البناء عليه من خلال التحضير لخطوات فعلية وإجرائية لمباشرة العملية الانتخابية في شكل توافق يؤدي إلى حلحلة الأزمة. نعم، يعني إلى أي مدى يمكن انتظار مخرجات جدية وعملية من الحوار؟ لأنه بالنهاية هو منتدى من أجل الحوار، حتى الحوار المقصود ربما لم يبدأ بعد، خصوصا مع مقاطعة بعض الأحزاب التي وصفت بالعلمانية واليسارية كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، لأنه يعتقدون أنه ملف الانتخابات فقط وحده غير كافي، يفترض الحديث عن مجلس تأسيسي وجمهورية جديدة وربما دستور آخر. يعني هناك اختلاف في وجهات النظر إجمالا في الطبقة السياسية في الجزائر.
الأمر طبيعي أن يرى البعض خيار الحل السياسي وأن يرى الآخرون خيار للحل الدستوري أو الحل في إطار الدستور للعبور إلى مرحلة انتقالية مع بعض الإجراءات. الأمر طبيعي، ليس في ذلك شيء جديد، لكن أعتقد أن مربط الفرس في مدى تعامل مؤسسة العسكرية، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ولينها في قبول هذه المبادرة، وقوة الحراك الذي يحافظ حتى الآن بعد 20 جمعة على قوته وصلابته وإصراره وسلميته وإسماع صوته بشكل رغم مرور الحر والقر ورغم مرور رمضان ورغم كل هذه الأجواء، إلى أنه يتمدد ويقوى ويعبر عن مطالب الجزائريين في غد أفضل، في الانتقال من حرية الأرض إلى حرية الإنسان، إلى حرية المبادرة. نعم. أكيد طيب. أن هل هناك نحن مطالب بإجراءات تهدئة، هذا ما نتوسمه، من أجل خارطة الطريق التي ستكون في 6 أشهر نحو الانتخابات، بدل انتخابات 4 يوليو أو أقرب فرصة كما قيل، ولكن 6 أشهر، وبالتالي هناك مجال الحوار، ثم أدخلوا الانتخابات وقد كانت بإرادتكم وقد هدأت أنفسكم أيضا. بشكل ما أو بهذا المنطق يفسر البعض هذا المنتدى وخارطة الطريق ب6 أشهر التي يقع الحديث عنه. بالإمكان الاشتغال في هكذا اتجاه، ولكن يجب الاتفاق على خطوات ملموسة ثابتة. أكيد أنه من المطالب إجراءات تهدئة، فتح المجال السمعي البصري، إطلاق الحريات، إطلاق المساجين، إجراءات تهدئة للتعبير عن حسن النوايا، والسير في خطة الطريق وخارطة الطريق للوصول إلى انتخابات رئاسية تحلحل الأزمة في واحدة من أكبر مفرداتها. لعل الانتخابات الرئاسية القادمة ستنقل الجزائريين من عهد شمولي تميز بحكم الآلهة وأنصاف الآلهة إلى جزائر يتوسم الجزائريون فيها الانتقال إلى تحرير إرادة الإنسان، إلى دولة تحكمها المؤسسات وتحكمها الديمقراطية ويحكمها القانون وتحكمها الحريات العامة والحريات الخاصة. الناس مستعدون للمواءمة بين هذه الإجراءات في خطوات ملموسة. شكرا جزيلا لك عبد المجيد الغريب الكاتب الصحفي، كنت معنا من الجزائر.